طيب احنا عايزين نتكلم عن التشكيل بتاع المباراة النهاردة، هنشوف مين في الملعب وفي انهي طبعا جهة؟ زي ما احنا عارفين امام عاشور غاب عشان اصابة، وباقي اللعيبة هتكون جاهزة. التشكيل يعتبر هيبقى نفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات، هيبقى الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، علي معلول، وفي نص الملعب هيكون مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه واليو ديانج، والثلاثي في الامام هيبقى فيه مخايره ما بين حسين شحات او رضا حسين في الجناح الشمال، وطبعا بيرتي تاو حاجز مكانه في الجناح اليمين، وكهربا في المهاجم. طيب سيف، الناس كلها بخصوص ماتش الزمالك متحامله جدا على اسوريو، شايفه ان اسوريو بقى خلاص المفروض يرفع الرايه البيضاء ومستنيين يا يستقيل يا يتم اقالته والكلام ده كله، انت مع ولا ضد؟ لا صراحه انا مع جماهير الزمالك، الزمالك كبرت كتير في الموضوع صراحه، يعني بقى غريب شويه، الناس مش قادره تفهم في تفاوت رهيب، مستوى نكسب ماتش خمسه قدام سموحه والماتش اللي بعديه، مع احترامي طبعا لكل فرق، لكن انت في كيرف المفروض عادي، فانت كسبت خمسه واللعيبه فايقه.